السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي قناة أجيال أندلس. النهاردة معانا مراجعة شاملة للدروس الأولى والوحدة الأولى والوحدة التمهيدية للصف الرابع الابتدائي مع مجموعتين الفراشات والأسود زي ما هم مسمين نفسهم. بنعمل مراجعة شاملة بطرق جميلة وطرق لذيذة عشان نقدر نفهم منهجنا في منهج رابعة ابتدائي. هنتكلم عن الدراسات الاجتماعية. عندنا طبعا أهمية الدراسات الاجتماعية اللي هي بتساعدنا ان احنا نعرف تاريخ مصر ونعرف علاقتنا بالدول الأخرى ونقدر نحدد حياتنا ايه. الدراسات الاجتماعية دي مادة لها علاقة بكل المواد الأخرى ولها علاقة بكل حياتنا، ومن خلالها بنقدر نتعرف على كل ما يدور حولنا، سواء بقى مناخ، سواء موقع مصر، سواء حدود، سواء تاريخ، سواء جغرافيا، سواء كل حاجة. من أدوات الدراسات الاجتماعية يا أولاد، حد فاكر أدوات الدراسات الاجتماعية ايه؟ واحد الرحلات. ايه؟ الرحلات. اتنين الزيارات. الزيارات والرحلات. تلاتة الانترنت والكمبيوتر. أربعة الأطلس الجغرافي. خمسة نموذج الكرة الأرضية. إيه كمان؟ الإيه؟ الخرائط. المكتبات مثل الكتب. يبقى عندنا أدوات الدراسات الاجتماعية عند الخرائط، عند الأطلس الجغرافي، عند الرحلات والزيارات، عند نموذج الكرة الأرضية زي ما احنا كنا علمناكم وقلنا نموذج الكرة الأرضية زي اللي معانا ده. ده نموذج للكرة الأرضية، خلاص؟ وقلنا الأطلس معانا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، وقلنا الأطلس الجغرافي، تمام؟ زي مجسم للكرة الأرضية زي ده، وزي الأطلس المدرسي. الأطلس ده بيبقى كله عبارة عن إيه؟ عن خرائط زي دي كده، خلاص؟ هي نفس الكرة الأرضية بس بتتوزع عن طريق الخرائط. يبقى ده معناه الأطلس ومعانا الخرائط كلها، ودي كلها أدوات الدراسات الاجتماعية. عندنا سؤال برضو، تقع مصر في قارة إيه؟ قارة أفريقيا، في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. عندنا سؤال بعد كده يساعد في فهم وقراءة الخريطة، إيه هو؟ مفتاح الخريطة. يعني لما نيجي نشوف معانا في الملخص هنا مفتاح الخريطة ده بيبقى في الحدود كده، بحيث اللي هو يساعد فهم الخريطة. هنا بيبقى فيه اتجاه، ولا السهم الذي يساعد في تحليل الاتجاهات سهم براء، عشان كل زمايلنا اللي متابعينا يشوفونا، سهم يشير الى اتجاه الشمال، من خلالها بنعرف الاتجاهات ايه الاصليه. ها شمال، جنوب، شرق، غرب. طيب لو احنا عملنا شمال جنوب شرق غرب زي ما احنا بنقول، يبقى ديت اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب. لو جينا قلنا شمال اهو وشرق اهو، يبقى اللي بينهم ايه؟ شمال. يبقى الشمال لما يتجوز الشرق يخلفه الشمال شرق. طب لو الشمال يتجوز الغرب يخلفهم شمال غرب. طيب عندنا الشرق والجنوب لما يتجوزوا يخلفهم جنوب شرقي. طب الجنوب والغرب يخلفهم جنوب غرب. دول بيسموهم ايه بقى يا اولاد؟ الجهات الفرعيه. الجهات ايه؟ الفرعيه. طيب يبقى انا عندي الجهات الاصليه شمال، جنوب، شرق، غرب. شمال، جنوب، شرق، غرب. طيب الجهات الفرعيه شمال مع شمال مع غرب، يبقى طيب شمال مع شرق يبقى شمال شرقي، وجنوب مع شرق جنوب شرقي، وجنوب مع غرب جنوب غربي. طيب الجهات الأصلية وعرفناها. أنا دلوقتي ماشي بخريطة أو ماشي بالجي بي اس معايا، الخريطة اللي معايا على الموبايل أو اللي معايا في جيبي، أهميتها إيه في حياتنا؟ ها بتعمل إيه؟ لا 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 لا، لا. عاوزين واحد يقول ها تساعد المعلم في الشرح، ها تساعد التلميذ في المذاكرة، تساعدنا في معرفة الأماكن، تمام؟ سهلة؟ طيب يبقى احنا قلنا دي أهمية الخريطة. عندنا برضو عنوان الخريطة بيبقى فوق كده بيعرفنا عنوان أي حاجة، مثلا هنا فوق بيبقى يقول لك خريطة مصر أو خريطة أي دولة تانية. وقلنا بعد كده مقاييس الرسم. المقياس الرسم ده النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على. طيب احنا قلناها مع بعض بالراحة خالص، انا هقولها تاني. المقياس الرسم هي النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على ايه؟ على الطبيعة، تمام. الجهات الاصلية قلناها، اتجاه الشمال قلناه، وقلنا بعد كده انا عندي مقاييس للرسم، مقياس مثلا بياني، مقياس خطي، كل ده مقاييس للرسم. نيجي بقى لحاجة تانية واحنا عاوزين نعرفها. الوقت الخريطة في حياتنا مهمة جدا، والدراسات الاجتماعية مهمة جدا، ومادة لذيذة وجميلة جدا. لو جاء لك عدد الجهات الأصلية خمسة، صح ولا غلط؟ غلط. لأن هما كام؟ أربعة. جهات الشرق بيقابلها جهات الغرب، الشرق يبقى قصاده
الغرب. طب الشمال قصاده جنوب. برافو عليكم. طب تمام، لو جينا نقول بقى لو رسمنا خريطة من غير اتجاه الشمال نعرف نحدد الاتجاهات؟ لا. طب لو لقينا خريطة من غير عنوان نعرف عنوانها؟ لا. طب تمام، لو قلنا في سؤال تاني يقول لك لقطة لجزء من سطح الأرض، ده تعريف الصورة. يبقى تاني يا يوسف كده قول لي الصورة هي ايه؟ آلة التصوير، يعني ماشي بموبايل ماشي بكاميرا بصور، دي اسمها ايه؟ صورة. يبقى الصورة هي لقطة لجزء من سطح الأرض، زي دي كده لقطة لجزء من سطح الأرض. طب الخريطة يا آسر، الخريطة رسم توضيحي لجزء من سطح الأرض باستخدام الألوان الألوان ومقياس رسم ايه؟ محدد. ده زي دي كده مثلا، تمام؟ ده مقياس ايه؟ الرسم. ده بالنسبة للدرس التمهيدي الأول اللي احنا قلنا هنراجعه مع بعض وعرفنا أهمية الخريطة في حياتنا وعرفنا كل الكلام ده. طب لو قلت لك مجموعة من الخرائط يبقى اسمه الأطلس الجغرافي، مجسم يوضح قارات العالم، مجسم الكرة الايه؟ الأرضية. أهو بتتباع في المكاتب وممكن تبقى عندك موجودة. وعندنا خرائط زي دي كده، من ضمن الخرائط اللي موجودة عندنا برضو دي خريطة اهي لمصر، شوف العنوان فين؟ مكتوب هنا خريطة جمهورية مصر العربية، وده حدودها وده كلام اللي بنتكلم عنه دايما. ده بالنسبة للدرس التمهيدي والمراجعة الشاملة عليه مع أجيال الأندلس اللي ما شاء الله مشرفينا في كل مكان، تمام؟ هتتابعونا في حلقات كتير على قناة أجيال الأندلس عشان نوصل بيكم لفهم المنهج كله بطريقة بسيطة وسهلة مع أجيال ايه؟ هتتابعونا في الحلقات، وهسيب لكم باقي الحلقات ان شاء الله اسفل الفيديو في صندوق الوصف، واول باول هيكون معانا مراجعات شامله لمنهج الدراسات الاجتماعيه، والمنهج كله كامل موجود على تطبيق اجيال اندلس في متجر بلاي، وموجود على موقع اجيال اندلس دوت كوم، وموجود برضو معانا في قناه اجيال اندلس قائمه شامله لكل الدروس سواء الجغرافيا او التاريخ. انتظرونا مع اجيال اندلس. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، مع السلامه. بنصحكم تحملوا تطبيق اجيال اندلس، لان تطبيق اجيال اندلس اخبار تعليميه، مراحل التعليم كلها ابتدائي اعدادي ثانوي، بالاضافه اللي فيه مكتبه تاريخيه مكتبه دينيه، في الصحه والجمال، في برضه كمان عندنا الطبخ في قسم خاص بالمطبخ. على العموم تطبيق اجيال اندلس تطبيق شامل، حملوه ومنتظر تقييمكم. اشتركوا.
تشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.